صباح الخير جميعا. اليوم حنتكلم على موضوع التوقيت والحسابات وكيف نحسب الحمل وكيف نحسب الولادة متى، وشوية تعريفات كده مهمة للحوامل وللكل صراحة. كلنا نعرف أساس أنه كويس أنه الدكتورة والدكتور والمريضة وأهل المريضة أنه كلهم يحسبوا بنفس الوقت. طبعا دائما يجونا مرضى يقولوا إحنا في كم شهر أو في كم، إحنا نقول لهم لا أحسبوا كم أسبوع. ففي طريقة كده نحاول نعرف إن إحنا كم أسبوع أو كم شهر، على أساس إنه زي ما يقولوا كل الناس تكون في نفس الصفحة. إحنا الحمل كحمل كامل 9 شهور كاملة يعتبر 40 أسبوع. نقسم إحنا الحمل عموما بالأسابيع إلى 3 أجزاء. الجزء الأول اللي هو من 0 لـ 14، ومن 14 لـ 28، ومن 28 لـ 40. هذه يسموها ترايمستر أو ثلث. فالثلث الأول لـ 14، بعدين من 14 لـ 28، من 28 لـ 40 أسبوع. تبى تعرف تقريبا متى وقتها، الحساب مرة سهل. تحسب أول يوم في الدورة، وبعد أول يوم في الدورة تضيف له سنة وتنقص 3 شهور وتزود أسبوعين، لأنه حنفترض إنه من أول يوم الدورة التبويض يحصل بعدها بأسبوعين. فهي الطريقة كده الحساب، 9 شهور تقريبا من يوم الحمل ما يبدأ لين ما ينتهي. فمرة تانية تحسب الحساب بأنها تضيف سنة وتنقص 3 شهور وبعدين تزود أسبوعين، يطلع عندها متى الوقت المتوقع للولادة. زي ما قلت الفترة الأولى اللي هي من 0 لـ 14، هذه فترة التكوين للأجنة. هذه الفترة اللي تكون فيها خطورة وتحتاج المريضة تخلي بالها من الأدوية ومن الحرارة وتحتاج فيها الفوليك أسيد. الفترة الثانية هي عبارة عن فترة التطور، والفترة الثالثة نفس الشيء عبارة عن تطور للجنين. طبعا هي الفترة الحرجة اللي ممكن تصير فيها معظم مضاعفات الحمل من سكر وضغط وغيره. الفترة اللي هي الكاملة البيبي يعتبر مكتمل طبعا لما يكون كمل 37 أسبوع. الحمل كامل يكون 40 أسبوع. طبعا أي واحدة تعدي 40 أسبوع يسموها بوست ديت، يعني تعتبر معدية وقتها الكامل. إذا المريضة عدت 42 أسبوع كاملة يسموها بوست تيرم، يعني خلاص اكتمل الحمل بما فيه زي ما يقول الإضافة الأسبوعين اللي هي بعد الحمل. بالنسبة للحسابات، طبعا دائما جين المريضة تقول لك دكتور أنا في كم شهر، ولا حسبوا لي وقالوا لي في فرق في الشهور. لازم نعرف إن الشهر عبارة عن 4 أسابيع ويومين، يعني في كل 4 شهور تعدي المريضة بتكسب أسبوع أو بتخسر أسبوع. فعشان كده ما ينفع نمشي مع بعض بالأسابيع والشهور، فدائما ننصح الحوامل إن هم يمشوا بالأسابيع معنا، بالأسابيع أسهل. وبالإضافة لكده إنه في أبليكيشنز كثيرة الآن في التليفون ممكن يحسب على أساسها. الشيء الكويس والحسن الحظ إنه الشهر التاسع يمشي مع 36 أسبوع، يعني هذه النقطة مهمة مرة، إن المريضة اللي تبى تعرف بالضبط متى تدخل الشهر التاسع هي 36 أسبوع. وبالضبط بالضبط لو كنا نحسبها بسهولة نحسب وقت الولادة اللي هو expected date الADC، نخصم منه 4 أسابيع، تطلع الحسبة مضبوطة وتعرف المريضة هي متى تدخل الشهر التاسع. من أول ما تدخل المريضة في الشهر التاسع يفضل إنه نسير المتابعة تقريبا كل أسبوع، بحيث إن إحنا نشوف المريضة أكثر ونتابعها. نحتاج نشيك على الضغط على البيبي إنه حجمه كويس، بيكبر كويس، إنه الموية كويسة حوالين البيبي. في النهاية لما توصل المريضة للديو ديت، كثير مرضى يسألوا إيش حنسوي، هل حتولد، هل قيصرية، هل طبيعي، هل فاحنا دائما نقول دائما بعد الديو ديت المريضة نعطيها فرصة أسبوع إلى 10 أيام إلى أسبوعين. طبعا يختلف من دكتور للتاني، لكن الأغلبية يعطوا أسبوع كامل. غالبا المريضة حتدخل في ولادة إن شاء الله طبيعية، لكن لو كملت الأسبوع إلى 10 أيام وما دخلت في ولادة ممكن تحتاج تخطيط إنها تتنوم، يعملوا لها طلق صناعي أو تحفيز. طبعا هذا موضوع تاني حنتكلم عليه إن شاء الله. بالسلامة للجميع.